ماشي هو عاد انا اخوك كان كيك نحوس في باليرمو ومعايا طفله شباب حروزي ريتك البنيه بتاع الكليبات صدقني ما يقفوش قدامها لحظه هي زينة حروز ها والله تو هكا انا باش نزيد عليك في الكلام عيني نزرق شعر اصفر بلوندا لما حالة عندها ديفو بركة شنو هو ديفو؟ ما هي تعمل مانكان أطول مني براس تلحصيله ما يهمش احنا نعملوا في دورة حبينا نعملوا تصويرة هكا ثم واحد صدقني والله حتى حد ما يجيبها لي هكا شباب وقوس وحلو وضاوي يشبه لي عيطني له باش يعمل لنا تصوير عمل روحه باش يصورنا ويجا منا ويعمل هكا يا خويا ويقطع من تكعبرت لك حروس يا جايك الكلام عاد في الليل روحت للدار جا الشكو وحكيت له الحكايه الكل ديريكت قال لي يعطيني اوصاف ولا اش كابين المركز والله ما نزيدش عليك في الكلام ما نعرفش شنو اللي عمل له بالضبط هم نهايرين وجاب لي المصوره كلمت كلاوديا في التليفون اعطيتها لاباري فوتو نتاعها هي شافتها يا خويا وداخل وبدات يا حروس سي انكريديبلي يا حروس وتبوس وتعلق معناها يا حروس معناها يا حروس راك وقفتي مخي وماكش نورمال حتى طرف ولدي الطفله مخها بامبي تهولها مش نورمال التوتها تريبيه وتبعث لي في الجوابات ولا شكون كان يعبر كان يعبر التوى مازال يعبر شنو هو يعرف لي زوم دافير الكل في احسن السهريات اعز طاوله تلقاها هذيك هي طاوله الشكوك وقت اللي جيت طالع من باليرمو لتورينو باش يتفرج في جوفانتس اللوج نتاعو يلقاها تستنى فيه كيف يعمل كيف وجو الكوره تجيها مصحه من عند الجوار اللي يحب عليه هو اه يا حروز ماذا بيه عندي حتى نايرين خويا في تال شنو المشكلة؟ مش باش يتكلفوا لك نهارين؟ مش مشكلة فلوس يا حروز ما حبوش يعطيني الفيزا خويا كلمنا اخوك الشكو خلي يعاوننا راني فديت هو بالشكور اسمع خويا بالله بحذايا صاحبي زوالي هو مسكين ومزمر حب يطلع يعدي ايامات في الطليان وما حبوش يعطيه فيزا قلنا نقفوش معاه احنا ونعاونوه شوي شبيني انا خلصت ايطاليا باش تريق الامور خلص قلت لك فكرينا من الامور المقدمه اوكي اوكي ميرسي شكور لقيت شي منتصر منتصر تي عمل عليا ما عندك كان الرجال يا شكور صلي على النبي طبعا ودوا المقاول قهوه شاي شو لا برامي باهي اوكي اوكي ميرسي من غير حتى مزايا شوف باهي شنو ما فرحنا مشيت ولا انت الجمعه جاي باش تبدا في تال مانيش نسيت عايش